بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هنكمل مع بعض المراجعة النهائية والعامة في الجغرافيا، سؤال وجواب. الفيديو اللي فات خدنا فيه صح وخطأ، النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض أكمل أسئلة أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. تستخدم الذرة الشامية في أمريكا الشمالية نقط كعلف للحيوان. أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد إقليم نقط، نقول إقليم شمال شرق الولايات المتحدة. يشكل نقط نحو 55% من الطاقة المستخدمة في العالم، هنقول له البترول والغاز الطبيعي. من الدول المصدرة للحديد نقط، وأولى الدول المنتجة نقط ونقط، هنقول من الدول المصدرة للحديد موريتانيا، وأولى الدول المنتجة الصين واستراليا. أولى الدول العربية في توليد الطاقة الكهربائية من الرياح نقط ونقط، هنقول له مصر والمغرب. تعد الأبقار المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية سكان العالم، يبقى تعد نقط المصدر الرئيسي للحوم الحمراء، يبقى الأبقار. من أهم الدول المصدرة للأسماك نقط ونقط ونقط، يبقى من أهم الدول المصدرة للأسماك الصين والنرويج وتايلاند. أكبر دول العالم إنتاج للسكر دولة نقط، يبقى البرازيل. الموطن الأصلي لمحصول الشاي نقط شرق آسيا. من محاصيل الألياف وتتركز زراعته في قارة آسيا، يبقى محصول إيه؟ القطن. يعد البوكسيت الخام الرئيسي المعدن الألمونيوم. يعد قصب السكر من المحاصيل الأساسية لإنتاج السكر ويزرع في المناطق الحارة. تعد نيجيريا نقط دول أفريقيا إنتاجا للمطاط الطبيعي وثاني دول القارة بعد مصر في إنتاج نقط، يبقى تعد نيجيريا أولى دول أفريقيا في إنتاج المطاط الطبيعي وثاني دول القارة بعد مصر في إنتاج الأرز. من الأحياء البحرية القشريات مثل نقط والرخويات مثل نقط، القشريات مثل الجمبري والرخويات مثل الصبيط. الصين أولى دول العالم إنتاجا للحوم ومعظمها من لحوم الخنازير. تحتل دولة البرازيل حوالي نقط مساحة قارة أمريكا الجنوبية، حوالي نصف مساحة قارة أمريكا الجنوبية. تمتد البرازيل بين دائرتي عرض نقط ونقط، 5 شمالا و33 جنوبا. أكمل. يسود المظهر النقط معظم أراضي البرازيل، يسود المظهر الهضبي. يسود المناخ نقط في حوض الأمازون بالبرازيل، يبقى يسود المناخ الاستوائي في حوض الأمازون بالبرازيل، بينما يسود المناخ المعتدل في أقصى الجنوب الشرقي. تنمو حشائش السفنة بالبرازيل في هضبة البرازيل، بينما تنمو الحشائش المعتدلة قرب الأطراف الجنوبية. يبلغ عدد سكان البرازيل 203 عام 2014 مليون نسمة، يمثلون نصف 50 أو يمثلون النصف أو 50% من عدد سكان أمريكا الجنوبية. يتركز سكان البرازيل في الساحل الجنوبي الشرقي، يعمل بالزراعة في البرازيل أكثر من 25% من القوة العاملة. تتركز الصناعة جنوب شرق البرازيل بالقرب من مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو. العاصمة الجديدة للبرازيل مدينة برازيليا. تستورد مصر من البرازيل الحبوب الغذائية والسكر والمعادن، خاصة الحديد واللحوم والبن. تصدر مصر للبرازيل الأقطان والمواد الغذائية والأساس والمنسوجات والأسمدة. تقع ألمانيا في غرب قارة أوروبا. تطل ألمانيا على البحر البلطي وبحر الشمال. يحد ألمانيا من الجنوب النمسا وسويسرا. تجري في الساحل الألماني الشمالي أنهار نهر إلب ونهر الراين. تغطي الغابات ثلث مساحة ألمانيا وأهمها الغابات النفطية والمخروطية. تنتشر الزراعة في ألمانيا في الساحل الشمالي والأودية النهرية. أكمل. العاصمة السياسية الألمانية مدينة برلين. تصدر مصر إلى ألمانيا البترول والغاز الطبيعي والملابس، وتستورد الصناعات الكيميائية والأساس والسيارات. تمتد جمهورية الهند فيما بين دائرتي عرض 8 درجة شمالا و35 درجة شمالا.
تمتد جنوب جمهورية الهند فيما بين خطي طول 68 و97 شرقا. تقع معظم دولة بنجلاديش داخل الهند. يحد الهند من الشمال الشرقي دولة ميانمار. تبلغ مساحة الهند حوالي 302 مليون كيلومتر مربع. تمتد شمال شرق الهند سهول نهر الجانج، بينما في جنوبها سهول نهر كوفري. السهول الساحلية شرق الهند تعرف بالسهل كروماندل. تسقط الأمطار الموسمية صيفا على جنوب الهند. تنمو الغابات الموسمية على السواحل الغربية والشرقية بالهند، بينما تنمو الحشائش القصيرة على هضبة الدكن. واجهت الهند المشكلة السكانية عن طريق الاهتمام بالتعليم وتطوير البحث العلمي. تعد الهند ثالث دول العالم إنتاجا للفحم، وتوجد مناجمه في هضبة الدكن. لجأت الهند إلى الطاقة النووية والكهربائية بديلا عن البترول ومصادر الطاقة الأخرى. العاصمة السياسية للهند مدينة نيو دلهي، بينما العاصمة التجارية مدينة بومباي. تستورد مصر من الهند غزل القطن والسمسم والشاي والتوابل وقطع غيار وسائل النقل. أكمل. تصدر مصر للهند القطن والفوسفات والأسمدة الخام والمصنعة والجلود. تمتد جمهورية نيجيريا فيما بين دائرتي عرض 4 و14 شمالا، وتمتد جمهورية نيجيريا فيما بين خطي طول 203 و 2.5 و14.5 شرقا. يحد نيجيريا من الشمال دولة النيجر، ومن الغرب دولة بنين. تقع هضبة جوس بنيجيريا وسط السهول الشمالية، بينما تقع التلال شمال السهول الساحلي. تقع معظم نيجيريا في المناخ المداري، ما عدا الأجزاء الجنوبية تقع ضمن مناخ الاستوائي. يتركز سكان نيجيريا في الغرب والسهول الشمالية وهضبة جوس، ويقلون في دلتا نهر النيجر جنوب نيجيريا. يستخرج القصدير في نيجيريا من هضبة جوس، بينما يستخرج الفحم من المنطقة الشرقية. العاصمة القديمة لنيجيريا مدينة لاجوس، بينما العاصمة الحالية أبوجا. تصدر مصر إلى نيجيريا الأسمدة والمعدات الثقيلة والإطارات. تمتد الولايات المتحدة الأمريكية بين دائرتي عرض 25 و49 درجة شمالا. يطلق على المرتفعات الشرقية للولايات المتحدة جبال الأبلاش. يحد الولايات المتحدة من الشمال دولة كندا، ومن الجنوب دولة المكسيك. يتركز نحو 50% من سكان الولايات المتحدة في إقليم نيو أنجلند في المنطقة الشمالية الشرقية. وبكده حبايبي نكون خلصنا الأسئلة اللي على شكل أكمل في الجغرافيا، وإن شاء الله مش هيطلع براها الامتحان بإذن الله. وركزوا في المذاكرة والجدعانه عشان خلاص الامتحانات على الأبواب، وبتمنى للجميع التفوق بإذن الله. وأتمنى إذا عجبكم الفيديو الاشتراك، وتحطوا لايك وتعليق حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو الخوف.
الموت أذاعوا به ولم ردوه إلى الرسول.